دلوقتي هنتابع مع حضراتكم استعدادات وزارة الزراعة من خلال منافذها اللي طرحت طبعا فيها لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مبادرة خير مزارعنا لأهلينا مبادرة بتقوم بها وزارة الزراعة بعرض اللحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك من خلال منافذها المنتشرة ومن خلال معارضها ومن خلال السيارات المتنقلة. الإقبال ممتاز عشان الأسعار أقل من بره بكتير. الأسعار بتبدأ اللحوم الفريش من 250، المفروم 240، الكبدة 240، بالنسبة للضاني 300-320. دي مبادرة السيد الرئيس لمحاربة الغلاء عشان يحارب الغلاء التجار وجشعهم في الدولة. ليه؟ احنا حضرتك عندنا المبادرة ديت من خير مزارع بلدنا لبلدنا، دي خير مزارع وزارة الزراعة اللي هو خير الدولة. فحضرتك احنا عندنا مبادرة من السيد الرئيس بفتح جميع مزارع الوزارة تما لمكافأة لان احنا نكفي من الاتجاه الذاتي بتاع الدولة ان الشعب يبقى عنده كامل متكامل. انت اللحم هنا النهارده لحم بلدي ارخص من المجمعات الاستهلاكيه وارخص مكان في مصر هو وزاره الزراعه برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي منافذ وزاره الزراعه اللي موجوده تقريبا في منطقه الدقي، وبينزلوا لحمه عاده باستمرار تبع مزارع وزاره الزراعه. بصراحه يعني فعلا ملهاش حل، يعني انا المنفذ ده بالذات انا بتعامل معاه بقالي فتره ما شاء الله عليه، يعني حتى شكل اللحمه اللي حضرتك تشوفها وقطياتها والبتاع ده يعني حاجه فعلا فعلا ملهاش حل. وانا بقول لحضرتك على مسؤوليتي، انا يمكن واخد كميه لجمعيه كميه ضخمه وبتعامل معاهم، لا حاجه يعني ربنا يبارك لهم بصراحه يعني ما شاء الله. انا احنا نسمع في التلفزيون مبادره كلنا واحد بتاعه الرئيس السيسي، بس جينا بقى له في وزاره الزراعه لحوم ب 250، جينا علشان نشوف لان هناك زحمه قوي. والله انا سمعت عن طريق النت يعني ان المكان المنفذ هنا فيه لحمه ممتازه جدا وسعرها مناسب للشعب وكده، والناس اللي هي محدوده الدخل ومتوسط الدخل اللي عايز يجي يشرف المكان دوت مكان كويس، والناس جربتها وممتازه يعني وكويسه. كل سنه بجيب من هنا حاجاتي كلها، وكل سنه وانتم طيبين، وديت بتبقى عاده والحمد لله وربنا يقدرنا على حاجه جديده. يعني ده احنا عارفينه من زمان، بنيجي كده على طول كل عيد بنشتري منه، بنسوى منه اللحمه كل حاجه والخضار وكل حاجه. بالنسبه للمنافذ بتاعت وزاره الزراعه هي منافذ موثوق فيها، وانها كلها ان احنا بنثق فيها بالنسبه لتربيه الحاجه عندهم وبتاعه كده، غير ما بجيبها من بره.